ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال وفي افضل صحه. تعالوا نعمل كيكه الكوكيز النهارده، او تارت الكوكيز، بطريقه سهله جدا هيطلع معاكي خطير والطعم حكايه. بصوا عامل ازاي، شايفين؟ شايفين المنظر؟ حاجه في منتهى الجمال، حاجه كده سهله سريعه، يعتبر على قد الايد، مش مكلفه قوي، مكونات بسيطه ان شاء الله تكون متوفره عندك، هتقدري ان انت تعمليه. شايفين بقى عامل ازاي؟ اه هيعجبك جدا وهيعجب ولادك، حاجه كده نجدد فيها بدل الحاجات التقليديه اللي بنعملها على طول. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الكوكيز الحلو ده عملناه مع بعض ازاي. مع بعض حاجه حلوه سهله سريعه. زي ما انتم شايفين في بوله عندي هحط بيضه درجه حراره المطبخ، بيضه واحده بس، عليها فانيليا، باكت من الفانيليا او نقطتين من الفانيليا السايله بالشكل ده. بقلب الكلام ده كله مع بعض كده كويس، بفك البيضه بالشكل ده. بعد كده بنزل بنص كوبايه من السكر العادي وبقلب السكر مع البيض كويس جدا. ممكن تستخدمي هنا المضرب الكهربائي، مفيش مشاكل. بقلب بقى كويس بالشكل ده لحد ما السكر يدوب عندي والاقي اللون معايا افتحها. زي ما انتم شايفين القوام اتغير معايا واللون افتح بالشكل ده. هنزل بكوبايه الا ربع من السمنه على الزيت، ممكن تبقى سمنه بس او ممكن تبقى زيت بس. بس لو زيت بس هتبقى ناشفه قوي، فيفضل يا اما سمنه على زيت يا اما سمنه بس. هنزل بكوبايه الا ربع بالشكل ده كده اهو، وبقلب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا جدا. في المرحله دي عقبال ما اقلب المكونات التانية وبجهزها، هنا جبت كوبايتين من الدقيق هحط عليهم معلقه ممسوحه من البيكنج باودر ورشه من الملح. هنا بقى عندك اختيارين، لو عايزه تعملي الكوكيز بتاعك لونه ابيض بالفانيليا يبقى مش هتحطي كاكاو، لو عايزاه بالشوكولاته يبقى تحطي كاكاو زي ما انا هعمل. هنا انا ضفت معلقه من الكاكاو الخام الغير محلى وبقلبه كده كويس مع الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح، وهضيف كمان شوكليت شيبس، دول حوالي كده معلقتين كبار او ممكن تحطي 3 معالق زي ما انت عايزه بقى الكميه المتاحه عندك. هقلب برده الشوكليت شيبس كده، انا زودت كمان شويه، هقلبهم كده مع الدقيق بتاعي بالشكل ده كده. مكونات الجفه كلها بقت جاهزه عندي. هنا كمان مكونات السايله بقت جاهزه عندي، وده القوام اللي انا محتاجاه. هنركن بقى المضرب بتاعنا على جنب خالص، مش محتاجينه تاني. هبدا بقى ان انا احط مكونات الجافه اهو كده، هنزل بنص الكميه كده واقلب بقى بايديا عشان احس بالقوام اهو. لو احتجت دقيق تاني هزود، ما احتجتش خلاص، لان في دقيق بيمتص السوائل ودقيق لا. وطبعا الكاكاو برضو حبيتي تغمقيها عن كده ممكن تزودي الكاكاو. هنزل بباقي الكميه اهو، بقلب الكلام ده كله كويس. انا عايزه عجينه متماسكه. هنا انا شايفه ان انا هحتاج دقيق تاني، برضو هعجن واقول لكم. هنا بعجن بطراطيف صوابعي، انا بلم بس مش بعجن. تعالوا بقى اقول لكم على تركه مهمه جدا. بصوا انا هنا حاسه ان العجينه بصوا لسه بتلزق عشان ايدي مش نظيفه، تعالوا بقى نختبرها بالايد النظيفه. بصوا مش محتاجه دقيق تاني، لو فضلت اختبرها بالايد اللي مش نظيفه هبقى اقول محتاجه دقيق محتاجه دقيق، وممكن ازود ازود وهي مش محتاجه، تمام؟ ففي المرحله دي تختبريها بايدك التانيه. هنا انا ما احتجتش ان ازود تاني حاجه عن الكوبايتين اللي احنا عملناهم مع بعض، تمام؟ هغسل بقى ايديا ونرجع نشوف هنعمل ايه. في المرحلة دي عندي بقى صينية من صواني التارت اللي هي القاعدة متحركة اللي هي بالشكل ده كده، غسلتها وجهزتها مش هدهنها اي حاجة، تمام؟ هبدأ ان انا اقسم العجينة بتاعتي، هخلي النص اللي تحت اكبر من النص اللي فوق شوية. هاخد النص الكبير ده احطه في القاعدة وابدأ ان انا افرده، مش محتاجة اني ادهن ولا احط اي حاجة في القاعدة بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين فردت الجزء الاولاني وعملت له كده سور خفيف بالشكل ده، مش عالي قوي ولا واطي قوي، وسط يعني بالشكل ده كده اهو. شايفين المنظر اهو. خطوه اختياريه عندي دي نوتيلا، باقي النوتيلا كده حطيت عليها شويه من الزيت وسيحتها بالشكل ده، قلبتها كويس. طبعا الجو حر فخلاها تسيح معايا بكل سهوله. شايفين هنا ممكن تحطي ممكن ما تحطيش، انت وراحتك. ببدا ان انا احطها كده في نص الصينيه بالشكل ده كده اهو. زي ما انتم شايفين حطيتها وفردتها كده في النص كده بالشكل ده. هنا ممكن تستبدلي النوتيلا دي بمهلبيه، بس المهلبيه لو عملتيها تبقى بارده، ما ينفعش انت تحطيها سخنه، سيبيها تبرد خالص بعد كده بتنزلي بيها برده مكان النوتيلا.
وبتفرديها كده مش برضو بنفس الطريقة. شايفين؟ هنا بقى جبت كيس تلاجة وجبت الجزء التاني وحطيته كده عليه بالشكل ده، وحط عليه كيس تاني كده، وابدأ ان انا احاول ان انا افرده مدور يعني على قد ما اقدر، ان انا احاول ادور يعني القطعة الفاضلة معي اهو. هنا ممكن تستخدمي النشابة مفيش مشاكل بالشكل ده كده. هنحاول نعملها يعني مقاربة للمقاس بتاعنا عشان تغطي معانا الوش. هاخد بقى الجزء ده واحطه على الوش بتاعي، برفعه بالكيسة عشان تسهل عليا. زي ما انتوا شايفين حطيت بقى الوش كده، طبعا جت هنا على الجنب اتكسرت مني، ببدأ ان انا اسويها كده، احاول ان انا اعالج اللي اتكسر مني وادوس بقى عليها واحدة واحدة كده. هنا ممكن تدخلي النوتيلا التلاجة الاول تجمد وتحطيها زي القرص كده في النص، هتسهل عليكي الخطوة دي، ممكن تسهل عليكي كتير. شايفين بقى كده بساوي بالشكل ده وبقفل كويس جدا كله مع بعض. زي ما انتوا شايفين قفلتها بقى كويس، وقفلت الاطراف كده ودست عليها كويس قوي من الجوانب مع الاطراف. شايفين بقى المنظر، بصوا حلوة ازاي. هدخلها بقى دلوقتي الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، بسوي من تحت الاول، بعد كده بديها لون خفيف بقول على الشواية حوالي دقيقة. انتوا شايفين كده حبايبي ده شكل الكوكيز بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، بصوا حلو ازاي، بصوا بقى سهل انه يطلع، بصوا بقى المنظر حاجة حكاية بجد، وشكل بقى ايه، شكل حلو قوي جديد، غير بقى الكوكيز احنا متعودين عليه العادي، عملناه بقى زي التارت كده، هيعجب ولادك جدا، وكل اللي هيدوقوا من ايدك هيطلبوا منك ويسألك على الطريقة. ده كان فيديو النهاردة، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وحلقة جديدة مع نيل.